نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية شعيب التابعة لمركز ومدينة أبو سوير بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم الكشف خلالها على ما يقرب من 400 مواطن. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجاناً. القافلة فيها معظم التخصصات الطبية، البطنة، الجراحة، أنف وأذن جلدية، تنظيم أسرة ونساء وأطفال، بجانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المجمع الطبي والوحدات الصحية والمراكز الخاصة بالتأمين الصحي الشامل. معايا النهاردة معمل دم وطفيليات بجانب جهاز أشعة وصيدلية تحتوي على 95 صرف من العلاج بالمجان.